وقلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضو. قمصان نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها تحلبها لغايه ما تجيب البطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحه بقى انا اللي شايف انك مكبر دماغك حبتين وثلاثه لحد ما هتلبسنا في حيطه. يا واد اتعلم اتعلم بقى. انا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومه تسليم اهالي. شفت؟ شفت الفال المنيل؟ شفت؟ انما انا لما حسيت منها بحاجه غريبه اتدبقتها لحد ما هرشت وسخت امها. استعملتها لصالحنا. وانت برضه يا حاج هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني.